معنا آية ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هذه الآية ذكرت في سورة الأنبياء رقم 89. سورة الأنبياء بعمومها هي سورة مكية وعدد آياتها 112، وقد ذكر المفسرون العديد من التفسيرات لهذه الآية الكريمة، وفي هذا الفيديو سوف نذكر تفسيرها عند كل من الإمام السعدي والبغوي والقرطبي والطبري والتفسير الميسر ومعاني الكلمات. التفسير الميسر: تفسير هذه الآية عبارة عن قصة عبد الله زكريا عندما دعا ربه أن يرزقه الذرية لما كبر في السن قائلا: ربي لا تتركني وحدي، لا ولد لي، هب لي وارثا يقوم بأمر الدين في الناس من بعدي، وأنت خير الباقين وخير من خلفني بخير. تفسير البغوي: قال عز وجل: وزكريا إذ نادى ربه، أي دعا ربه، ربي لا تذرني فردا، أي ربي ولا تبقني وحيدا، لا ولد لي، وارزقني وارثا، وأنت خير الوارثين، ثناء على الله بأنه الباقي بعد فناء الخلق، وأنه أفضل من بقي حيا. تفسير الإمام السعدي: من هذه الآيات قوله ربي لا تذرني فردا، معناه رسولنا زكريا رضي الله عنه لما تقارب أجله خاف ألا يقوم أحد بعدة مقامه في الدعوة إلى الله والنصح لعباد الله، وأن يكون في وقته فردا ولا يخلف من يشفعه ويعينه على ما قام به. أنت خير الوارثين، أي خير الباقين وخير من خلفني بخير، وأنت أرحم بعبادك مني، ولكني أريد ما يطمئن به قلبي وتسكن له نفسي ويجري ثوابه في موازيني. تفسير الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: اذكر يا محمد عبدنا زكريا حين نادى ربه ربي لا تذرني وحيدا، لا ولد لي ولا خلف، فارزقني وارثا من آل يعقوب يرثني. ثم رد الأمر إلى الله تعالى وقال: أنت خير الوارثين، أي أنت خير الباقين. تفسير القرطبي: ربي لا تذرني فردا، أي لا تجعلني منفردا لا ولد لي، وأنت خير الوارثين، أي خير من يبقى بعد كل من يموت. وإنما قال وأنت خير الوارثين لما تقدم من قوله، حيث معناه يرثني، أي أعلم أنك لا تضيع دينك، ولكن لا تقطع هذه الفضيلة التي هي القيام بأمر الدين من بعدي.